استقبلت محافظة الوادي الجديد وفدا من الاطباء الاوروبيين والمصريين في مستهل زيارتهم للمحافظه ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحه العلاجيه والاستشفائيه بمصر الزياره تاتي في اطار جهود ترويج السياحه العلاجيه كابرز انواع السياحه التي تمتاز بها المحافظه بما تمتلكه من مقومات طبيعيه وبيئيه أنماط عديدة تتمتع بها السياحة المصرية والتي تجعلها من أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم، وتعد السياحة العلاجية من أهم أنواع السياحة التي تتمتع بها مصر بالعديد من الأوجه والأماكن، ويأتي منها محافظة الوادي الجديد، وقام وفد من الأطباء الأوروبيين بزيارة للعديد من المواقع السياحية والاستشفائية في الوادي الجديد، جاء في مقدمتها الآبار الكبريتية بقرية جناح، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر تسويق وتنشيط السياحه العلاجيه والاستشفائيه بمصر. والله زياره النهارده كانت مع فوج طبي جايين من اسبانيا، والحقيقه جايين بيستكشفوا المصادر الطبيعيه في محافظه وادي الجديد الواحد الداخله والخارجه وكيفيه العلاج الطبيعي بدلا من العلاجات التقليديه. المحافظه الحقيقه بتسخر بمقاومات طبيعيه استشفائيه من الدفن بالرمال النزول في المياه الكبريتيه الشمس الساطعه القويه واوروبا داخله في يعني في فتره الشتاء جايين يستكشفوا ده وهم الحقيقه متخصصين في العلاجات الطبيعيه. احنا في اطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاخيره باستفاده بكل الشبر من ارض مصر سواء استثمار زراعي او استثمار سياحي فالحمد لله احنا بالتعاون مع الشركات السياحيه والجامعات المصريه دعينا وفد من الاطباء المهتمين بالسياحه العلاجيه والسياحه الاستشفائيه وجلنا اكثر من 15 واحد وفد من اسبانيا الصديقه وهيقعدوا معانا ثلاثة أربعة ايام يدرسوا بقى كل الامكانيات المتواجده في من عيون من دفن بالرمال. زياره تاتي في اطار جهود ترويج السياحه العلاجيه كابرز انواع السياحه التي تمتاز بها المحافظه بما تمتلكه من مقومات طبيعيه وبيئيه، كما حرص الوفد على زياره اقدم الاثار القبطيه وهي مدينه البجوات التي يرجع تاريخها الى اكثر من أربعة ألاف عام، كما تم زياره معبد هبس ويضم معالم اثريه تمثل العصور التاريخيه المختلفه، الفرع والفارسية والبطلمية والرومانية